رايحة الاجتماع بتاع البابا بتاع يوم الأربعاء، وجات واحدة تاني ماشية في الوحش، راحت خدتها بتقول لها تعالي معايا هنجيب حاجة من البيت ونرجع. قالت لها طب لا ده انت كده خلينا نعوج ما ناخدش بركة الوعظة بتاعت البابا. قالت لها بس تعالي بس انا هجيب حاجة واجي. راحت الشقة، هي رايحة بضمير سليم على أمل إن هي تجيب الحاجة دي صاحبتها وترجع تكمل الوعظة الوعظة. الوعظة. بس راحت إيه، راحت فتح الشقة هي صاحبتها دي ودخلتها من جوه، مناظر مش حلوة وشخص مش حلو، قفل الباب وقالت له دي يا بابا شنو ده؟ هل يهون عليك بنتك إن ترميها في وقت الخطر ده؟ وأنا بحبك جدا جدا جدا، يهون عليك بنتك تتبهدل؟ هو شغال في الوعظة، راح في وسط الوعظة دي سكت صمت، راح بسرعة جالها لما هي ندمته وعماد قلبها وحبها ليه، بسرعة راح خبط على باب الشقة وقال لها قال راحت فتحت صاحبتها قالت لها أنا عايزة بنتي، عايز بنتي اللي هنا. راح قال لها قالت له بنتك مين؟ احنا ما عندناش بنات. قال لا اللي كانت جايه الكنيسه، جايه الكنيسه وعايزه تيجي تحضر الوعظه، انت خدتيها مني هتوديها للشيطان، لو ما جبتهاش هطلب لك البوليس. راحت البنت خافت وراحت قال لها انزلي تحت في عربيه مستنياكي هتوديكي عند القضائيه وهتحضري الوعظة بتاعتي. راحت هناك لقيت البابا قاعد على الكرسي بتاعه بيوعظ. راحت تسأل يعني في الصف اللي هي قاعدة فيه، بتقول لها هو البابا جه من امتى؟ راحت قالت البابا معانا في الوعظة. قالت أنا كنت كذا. راحت جامت في وسط الشعب كله قالت الأمر كذا 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 والبابا شنو ده هو اللي جه مجاني بشفاعته بصلاته دايما بينقذ اولاده. حقيقي حقيقي انا بشكرك قوي على المعجزه الجميله ديت، واذكروني دايما في صلاتكم. امين يا حبيبتي معك. ربنا معاكي، حاجات جميله يا ابونا بنسمع. انا سمعت القصه دي من مصدر اخر برضو، وطبعا غريبة لكن قصة حقيقية، وبتحكي عن صديقتها شخصيا. يعني هل يعني زي ما كتير بيقولوا ان البابا شنو ده كان من السواح وانه يقدر يتوجد زي ما بنقرا في سفر اعمال الرسل مثلا عن فيلبس بعد ما بشر الخصي الحبشي يقول خطفه روح الرب فوجد في اشدود، او زي ما قالوا عن ايليا عبادية خدوا وحطوا في مكان تاني، ممكن او انه يحصل حاجات زي كده، ودي من الاسرار الكبيره. لكن ضروري هتتاكد الحاجات دي كلها، وانا متوقع اننا هنشوف حاجات كثيره من ان البابا نفسه ما كانش يرضى يحكيها اسرار اسرار هنشوفها وهنسمعها. معنا تليفونات اخرى. قناه الطريق في حب قداس البابا شنو ده قالوا. الو الو على التليفون سامعني؟ الو 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 مساء الخير اتفضل. ينفع انا اقول كلمه؟ يا حبيبي اتفضل. يا بابا سايبني ورايح فين؟ حبيبي ده انت كلامك احل منه مفيش. يا بابا مديني تعالالي يا بابا وحشني. انت يا بابا شنودة يا اب حنين يا اب جافي يلي بعدك ابويا يسوع الغالي علشان تحميني من اي كلام. يا بابا انت تعالالي انا محتاجة. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عندك كم سنة يا بابا؟ عندي 15 سنة. انا كلمت كده شوية. حبيبي ربنا يخليك. مينا صح؟ ربنا يباركك يا مينا، ربنا يباركك. ايه رايك يا ابونا؟ ما فيش شك انه كان حبيب الصغار والكبار وجميع الاعمار، يعني صديق للكل.
نشكر ربنا. ناخذ تليفون اخر. قناة الطريق في حب كراسة البابا شنودة. الو. طيب معلش ممكن نعاود الاتصال تاني. تقول لنا ايه هي اعمال وانجازات البابا شنودة في الوقت اللي عاصرته فيه؟ اتكلمنا عن نقطة التعليم ونقطة الرعاية، يضاف إليها بقى تأسيس المعاهد والإكليريكيات. كان في إكليريكية واحدة ولا اتنين، لما جه دلوقتي بقى عندنا يمكن 10 في مصر وخارج مصر وفي أماكن كثيرة جدا. رساماته للسقف والكهنة اللي تتلمذوا على ايديه دي في حد ذاتها عمل كبير جدا، لانه نذكر انه رب المجد يسوع نفسه ما فتحش كلية لاهوتية او اكليريكية، لكن حط تعاليمه وروحه في 12 صياد غير بهم الدنيا كلها. صح. فاللي اتعلموا منه وشربوا من روحه زي ما بيقول الرسول بولس لتيموثاوس، ما رأيته فيا واللي انت شفته فيا وفي اعمالي في اقوالي وسمعته مني اودعه بشهود كثيرين لأناس امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين. فبتتضاعف الخدمه وبتتضاعف الرساله والكرازه عن طريق كل اسقف رسم كهنه وكل ورسم شمامسه وعمل زي ما شافوا في ابوه الروحي من كتابات ومن تعاليم ومن افتقادات ومن زيارات ومن مشروعات. فالخدمه انتشرت وازدهرت في عصره، يعتبر ده عصر ذهبي للكنيسه وفي عهد البابا شنوده بصورة مدهشة. اتكلمنا عن مؤتمرات الكنائس، تأسيس الكنائس، الأديورة في مصر وخارج مصر، لقاءاته والندوات مع إخواننا المسلمين والأندية المختلفة وأحاديثه معاها وزياراته، مثلا معرض الكتاب الدولي. معرض الكتاب الدولي ده يعني عمر ما بترك خرج من مكانه وراح حاجة زي كده. ده كان يروح ويشتري الكتب اللي عايزها ويجاوب على الأسئلة بتاعة الناس. مثلا في معرض من معارض الكتاب اللي اتعملت في القاهرة من قريب، يمكن آخر معرض حضره، لما حد وجه له سؤال وقالوا له هل صحيح ان الاكليروس عندكم بيلبس اسود حدادا على الغزو او الفتح الاسلامي لمصر؟ فقال له لا طبعا، الكلام ده ما هوش سليم، ما هوش صحيح ابدا، بدليل انه في كنائس اخرى في اوروبا بيلبسوا الزي الاسود برضه، ودول ما كانش عندهم لا ولا غزو ولا فتح ولا غزو اسلامي ولا حاجه. قال له حاجة تاني، العريس في الفرح بتاعه بيلبس اسود ولبس رسمي وبتاع، هل ده حدادا على انه اتجوز حدادا في الفرح؟ طبعا لا، مستحيل. فكان يجاوب حجة قوية مقنعة، وفي نفس الوقت اسلوب مرح لطيف كويس، ودايما يحافظ على روح الود المرح والاتصال اللي موجود. أذكر لما ابتدت تتأزم الأمور بينه وبين الرئيس السادات، كلفني أنا واداني فلوس عشان أروح أجيب له أحسن ما في هذا المعرض من الكتب. المرة اللي ما راحش فيها أيام الحكاية دي، ورحت واشتريت له كمية كتب كبيرة، وانا عارف يعني هو طبعا اداني توجيهات ايه الفروع اللي عايزها والحاجات اللي عايزها. مرة برضو هنا وهو في زيارة لي عندي في البيت، قال لي ما فيش جنبكو هنا، فيش جنبكو هنا مكتبة مسيحية كويسة؟ قلت له فيه. قال لي على بعد قد ايه؟ قلت له على بعد 12 دقيقة.
من البيت في شارع جراند وآرو هاي واي جنبين قريب من الكنيسة بتاعتي. قال لي طيب نقدر نروح دلوقتي، نقدر نروح دلوقتي نشير شوية كتب؟ قلت له اتفضل. وخرجنا ورحنا، يوميها بقى يلاقي مجموعات مثلا تفاسير للكتاب المقدس انجليزي، دي مكتبة هنا امريكية ما فيهاش عربي كله انجليزي، بقى يقول له هات لي المجموعة دي، تطلع حوالي 15 فوليوم 20 فوليوم يعبوا في سنة دي، شيل هات ده هات لي دي هات لي ده هات لي ده هات لي ده، مجموعات تفاسير، حاجات تاريخية، حاجات من من اليوناني بتاع. يوميها يعني اشترى كتب ب 1600 دولار في حوالي ربع ساعة تلت ساعة اللي قعدناها في المكتب. وهم عمالين يكتبوا ويأيدوا الحاجات دي، بقى الوصل قرب يوصل من السقف للأرض. قلت لهم أظن أنتوا ده أكتر يوم بعتوا فيه في حياتكم في تاريخ المكتبة طبعاً. في تاريخ المكتبة بتاعتكم دي في فرحانين في ربع ساعة تلت ساعة في جولة سريعة خالص شاركوا ب 1600 دولار. وطبعاً مش كان بيشتري يعني بيحطهم ديكور عنده، لكن كان بيقرأ باستمرار، فكان موسوعة. يعني احنا اتكلمنا عن البابا المعلم وعن البابا الراعي، البابا الموسوعي كمان لأنه يعتبر العلمانية موسوعة في الكتاب المقدس، موسوعة في التاريخ، موسوعة في الأدب، موسوعة في الشعر، الصحافة، المعلومات العامة في جميع العقيدة، الطقوس في الإسلاميات، في القانون سواء القوانين الكنسية أو حتى القوانين الوضعية، وعنده فكرة رائعة عنها. كان شغلته إيه الأساسية قدس أبونا؟ نعم يعني شغلته إيه بعد ما تخرج من الجامعة؟ كان مدرس، اشتغل بالتدريس وبعدين دخل الجيش الضباط الاحتياط في سلاح المشاة، وقال اتعلمت من الجيش ومن سلاح المشاة الانضباط، الالتزام، الجدية الحزم، النظام، يعني الخطوات بتاعته. ده حتى لما كنا نروح نزوره في الجيش قبل بقى ما يعجز ويعيا والحاجات دي، كان يمشي كده زي الفراشة، زي ما يكون طاير فوق الرمل بسرعة كبيرة كناش نلحقه وهو ماشي على رمل الصحراء. وكان يعني خفيف خفيف الظل، متحرك في كل حاجة. اشتغل بالتدريس فترة كبيرة واشتغل أيضا ودخل الجيش فترة، وما اشتغلش يعني بالصحافة، لكن كان عضو في نقابة الصحفيين في مصر، ودعوه مرة لإلقاء محاضرة عن إسرائيل في الكتاب المقدس وهل إسرائيل لا تزال شعب الله المختار زي ما الأمريكان فاكرين ولا لأ، وألقى محاضرة رائعة، عملوا له صوان شادر طويل عريض قدام نقابة المحامين ونقابة الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت في القاهرة. اتكلم يعني كلمات رائعة ودرست كتاب مقدس مدهشة. ولما جه قابل الرئيس كارتر هنا سنة 77، وكارتر زي غيره كان فاكرين برضو نفس الفكرة دي بالتأثر باليهود انه اسرائيل شعب الله المختار، فقال له لا، هم كانوا شعب الله المختار، شعب الله المختار سابقا، لكن لما تقرا مثلا تثنية 28 يقول له ان حفظت وصاياي وحفظت احكامي ومشيت فيها وسلكت فيها وبتاع حبارك وحعمل واعمل واخليكم ساده في وسط الشعوب، لكن إن كسرتم وصاياي وخالفتم أحكامي وتمردتم وارتديتم وبعدتم أنا حشتتكم وحشردكم وحعمل فيكم وسوي وتدرككم كل هذه اللعنات، كمية من اللعنات المخيفة. فكان وعده ده مشروط، مش يعني مفتوح كده خلاص ورثة ورسوها كده على طول.
فلما كارتر بيقول له حاجه زي كده قال له لا، اذا كانوا هم شعب الله المختار امال انا وانت نبقى ايه؟ بالظبط. امال تبقى الكنيسه المسيحيه ايه؟ تبقى ايه؟ اذا كانوا هم لا يزالوا طيب اقرا بولس الرسول في تسالونيكي لما يقول ان هم صاروا الضاد لجميع الناس وصلبوا ربنا يسوع المسيح واضطهدونا نحن الرسل وقتلوا انبيائهم وادركهم الغضب الى النهايه. فما بقوش بقى شعب الله المختار دلوقتي، لكن ممكن ان هم يرجعوا تاني اذا تمت هذه النبوه في بالمفهوم بتاعها في رومية 11:26 وهكذا سيخلص جميع اسرائيل، انه ربنا قادر يطعمهم في الزيتونه الجيده بتاعتهم الاصليه مره تانيه. معنا تليفونات كتير يا بونا، لو تقدر ناخد كام تليفون ونرجع مقدسك مرة تانية تنعيشنا كده بحياة قداسة البابا شنودة. قناة الطريق في حب قداسة البابا شنودة. ألو ألو ألو، مساء الخير، اتفضل. مدام رامي، سلام المسيح معاك. سلام المسيح معاك أنت أيضا. لقبل العيادة قدس أبونا. أهلا حبيبي. معاك أبو عبد المسيح من السعودية. اهلا بيك عبد المسيح. ابو عبد المسيح من السعوديه. ابو عبد المسيح من السعوديه. اهلا وسهلا. بقدم تعازي لجميع الشعب القبطي داخل وخارج مصر. وبنعزي انفسنا طبعا في قداسه البابا شنوده قديس هذا العصر. واشكر السفير المصري في السعوديه. اشكره جزيل الشكر. اليوم كان عامل عزاء لقداسه البابا شنودة في السفاره السعوديه، السفاره المصريه في السعوديه بالرياض. حلو قوي، كلام جميل. احنا كمان بنشكره على هذا، روح طيبه ونبيله. بالظبط، قدس ابونا بيشكره بردك. قداسه البابا سايب، قداسه البابا انا اسف، سايب بصمه جميله جدا جدا في جميع انحاء العالم. نشكر الحب المسيح. والتواضع والسماحه، ومهما اقول مش خوفي قدس ابونا. الو معاك أيه. معاك يا ابو المسيح، اتفضل. سامعين طبعا، احنا كلنا لينا طبعا صورتين كبار لقداسه البابا في السفاره، دي حاجه عظيمه جدا 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 طبعا. قداسه البابا في كل مكان كان يروح فيه مشرف للمسيحيه وللعالم كله. انا والدي عايش، بس يوم نياحه قداسه البابا شنودة حسيت ان انا ابويا الحقيقي هو اللي مات، هو اللي راح. ده بالنسبه لنا كلنا، ده الاحساس اللي وصل لنا كلنا. مظبوط، ده الاحساس، ده ابونا، ده ابو الشعب كله، ده الاب الروحي لكل الطوائف، لكل العالم، بمسيحيين ومسلمين. حقيقي امين. وهتبان معجزات، وهتبان معجزات قداسه البابا. امين. وبنسمع وبنسمع، وناس كتيرة قوي رأت أمين. وشاهدت على هذا. ربنا يباركك على مداخلتك الجميله، ربنا يباركك. ناخد تليفون اخر، قناه الطريق في حب قداسه البابا شنودة. الو الو الو، مساء الخير، اتفضل. مساء النور مدام رامي. مساء النور، اتفضل يا حبيبي. مين؟ صمويل. اهلا بيك يا صمويل، عندك كم سنه يا صمويل؟ 14. 14 حبيبي، اتفضل اتفضل يا صمويل. تعزيتي معاك يا ابونا. اهلا حبيبي، شكرا شكرا ليك. يا خساره يا صمويل، الخط قطع، يا ريت تعود الاتصال بينا مره ثانيه. ناخد اتصال اخر، قناه الطريق في حب قداسه البابا شنودة. الو الو الو، معلش ارجع تاني معانا يا صمويل، لكن خليني اكون برجع مع قصتك تاني. قدس ابونا الغالي ابونا اغسطينوس حنا يحكي الزمان عن حياه قداسه البابا شنودة كرجل مشرف للمسيحية وللعالم كله لقيادته. هل يمكن أن تحكي لنا بعض المواقف اللي كانت مشرفة لقداسة البابا شنودة من أكيد عاصرته أو سمعتها منه شخصيا، تحب تقول لنا إيه؟ طبعا له مواقف كثيرة جدا الحقيقة، كل مواقفه مشرفة. يعني على رأي اللي قال في حياة حتى شخصيات عظماء الأنبياء اللي ذكرت في الكتاب المقدس تلاقي فيها مرتفعات ومنخفضات. Yes. Ups and downs. Yes.
يعني نبص نلاقي مثلا إيليا النبي بجلالة قدره اللي كانوا بيسموه النبي الناري واللي صعد للسماء وبتاع، خاف وهرب لما هددت إيزابيل بأنه بكرة هتقتله، وربنا نفسه قال له مالك هنا يا إيليا، يعني ده أنت اللي طلبت تنزل نار من السماء وتاكل جيوش من الأعداء مرة واثنين، 50 عسكري والضابط بتاعهم، يعني كان غريب أنه يخاف ويهرب من تهديدات ملكة أرضية مهما كانت، ده أنت سفير ملك الملوك ورب الأرباب، وربنا ورى لك العجائب الكتير. كذلك برضو نبص نلاقي في ups and downs في حياة واحد زي داود النبي، ومعروفة طبعا الغلطتين الكبار اللي وقع فيهم، وهكذا. نادر لما تلاقي شخصية في الكتاب يعني كاملة ما وجهش ليها لوم في نقطة ضعف معينة أو حاجة، زي يوسف مثلا، زي دانيال طبعا، زي العذراء القديسة مريم. لكن في حياة قداسة البابا شنودة ما نلاقيش الداونز دي أبدا، يعني الواحد يحتار لما يقعد يفكر وبتاع ما يلاقيش عنصر الخوف ده أبدا موجود في حياته، أو عنصر القلق أو التهاون أو أي عيب لا أدبي أو خلقي أو حاجة من دي. يعني راجل قديس متكامل الفضائل، فضيلة يعني ثمار الروح القدس التسعة نلاقيها موجودة فيه، اللي موجودة في غلاطية 5:22، أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، كل دي كل موجودة فيه. راجل ممتلئ من الروح القدس، وظهر فيه ثمار الروح القدس، والكثير من مواهب الروح القدس وأعمال الروح القدس، يعني حياته كلها أعماله مشرف. لما نيجي مثلا للمجال الوطني والسياسة، هو أصلا ما هوش رجل سياسة. على امبارح لسه كان في حديث من احد كبار الكتاب والمفكرين والصحفيين، قال انه هو ما كانش راجل سياسه ومش بيشتغل بالسياسه، لكن هو كان قائد روحي، لكن السياسه فرضت عليه فرضا في بعض المواقف. يعني لما يجي مثلا السادات ويقول عايز يطبق قانون الرد، انه يعني اي واحد يرتد عن الاسلام يعدم، يرجم حسب الشريعه الاسلاميه او يعدم، فيعترض البابا هنا ويقول انه ده ما هوش قانون عادل، ما هوش قانون عادل، لان اشمعنى تعدموا اللي يرتد عن الاسلام وما تعدموش اللي يرتد عن المسيحيه؟ اللي يرتد عن الاسلام يفرض واحد مسيحي، والسبب من الاسباب ضعف، طمع، شهوة، طلاق، غيره، عاوز ياخد ميزة بالانضمام للإسلام، وبعدين ضميره تعب وعايز يرجع تاني المسيحية، تقوم تقوله لا ده وان واي، نعدمك لو رجعت لدينك الأصلي، حتى لو هو شعر بالندم وبالغلطة اللي غلطها وعايز يرجع تاني. طب اشمعنى اللي بيسيب المسيحية ويجي لكم تقوموا ترحبوا بيه وتعملوا له زفة في الشوارع وتجيبوا له وظيفة وتجيبوا له سكن وتدوا له فلوس وتجوزوه وتعملوا المهرجان كامل علشان واحد غير دين؟ طب وده يعني اللي حيزود ولا ينقص؟ لا حيزود الإسلام ولا حينقص المسيحية، لكن ليه التفريقة دي وليه غرس روح الكراهية والحقد والوقيعة مع بعض ومع الأديان ومع أخواتكم ومع جيرانكم ومع مواطنيكم؟ مش موجود الكلام ده في أي حتة في الدنيا، في العالم المتحضر ولا في البلاد الراقية ولا غيره. فلما قال السادات وقانون الردة فكر إنه يعني هيعمل حاجة بطولة أو هيحمي الإسلام، طب وانتوا خايفين على الإسلام ليه يعني؟
ما هو ما تدوا كل واحد حرية العقيدة والمعتقد زي بلاد الدنيا كلها، فأنت أنت اللي هتحمي الإسلام. هو الإسلام لو دين، دين إلهي منتظر منك أنت يا أنور السادات أو حسني مبارك ولا أي مخلوق إن هو اللي هيحمي، إحنا اللي بنحمي الأديان الإلهية ولا الدين هو اللي المفروض يحمينا ويثبت صحته؟ لو ربنا عايز يدافع عن نفسه وأظن يعرف يدافع عن نفسه، الأسد مش محتاج لحد يدافع عنه، يدافع عن نفسه وهو بيدافع عن نفسه. فيقوم يجي الرئيس السادات ويقول سيادة القانون ومحدش يعترض عن قانونه، فكان البابا طبعا هنا مضطر لحماية شعبه طبعا والدفاع عن شعبه والدفاع عن الحق في الدرجة الأولى وعن العدالة وحقوق الإنسان، يقوم يقول لا، العبرة مش بس بسيادة القانون لكن بعدالة القانون. فالقانون ما يسودش إلا إذا كان عادل، لكن إذا كان قانون ظالم ومتفصل تفصيل لصالح فئة ضد فئة تاني من نفس الشعب والمواطنين، لصالح المسلمين ضد الأقباط، ده يبقاش قانون عادل، يبقى قانون ظالم ويجب أن يسقط مش يسود، يقطع يسقط. فكانت النتيجة إنه طبعا غضب السادات وسار، وإن إزاي البابا يعارضه وإزاي البابا يعلن عن 3 أيام صوم وصلاة لغاية الغروب. فدي كانت أحد المواقف اللي فرضت فرضا على البابا، لكن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الراعي وبيدافع عن مبادئه وعن شعبه وعن الحق وعن حقوق الإنسان وعدم الظلم والمحاباة، وكل المبادئ دي مش في صالح مصر ولا في صالح الإسلام، وتسيء لسمعة مصر ولا هتنفع الإسلام بحاجة. لكن ما يصحش إنه الظلم يقنن في شكل قانون. صح. وفعلا كان لازم يتكلم في الموقف ده، كان لازم يتكلم وربنا تمجد ويحزم الأرض قبل صلوات وأصوات شعبه، وما صدرش هذا القانون، وربنا ما يسمحش انه تصدر مثل هذه النوعيات من القانون مره ثانيه. لكن يبان انه هذا البطريرك اللطيف الوديع المتواضع، انه في نفس الوقت نبص نلاقيه في منتهى الحزم والشده والصرامه والجراءه ومن غير غلط، لا يغلط ولا يشتم. السادات شتم ولبخ وقعد قال شنوده وعزلناه واستغل سلطاته وعضلاته. عزلوا كم يوم يا ابونا ولا كم شهر؟ هي شهر واحد، شهر 40 يوم، هو شهر واحد اللي قال عزلناه ولغينا توقيعاته وعمل ايه وقدام التلفزيون وقدام العالم وقدام البتاع، وفكر انه عمل بطوله كبيره. انت ما انت عزلته ما عينه الله لا يعزله إنسان، وكانت النتيجة أن ربنا عزله هو الثاني. صح. وما كملش شهر، ده 5 سبتمبر قال الكلام ده، 6 أكتوبر ربنا استأصله من العالم كله، من رئاسة الجمهورية ومن القيادة وبتاعه، وكان حيضيع البلد كلها ويوقعها في حرب أهلية وفتنة طائفية يعني مواقف هنا ناس كثيرة من إخواننا المسلمين ومن عقلاء المسلمين وحكمائهم زي الدكتور طارق حجي، نبيل شرف الدين، سيدة فاطمة نعوت، سيدة سناء السعيد، الدكتور مصطفى الفقي وغيرهم، كل دول قالوا البابا أنقذ مصر، أنقذ مصر مرارا وتكرارا. دي واحدة منهم، كان ممكن أوي أنها تتحول إلى مجازر ومذابح وحرب أهلية وخراب وتدخل بقى الدول الكبرى لإنقاذ دي زي ما عملوا في رواندا وغيرها ولا بتاع، كان حيضيع البلد كلها السادات. فطبعا كان البابا هنا بموقفه النبيل المشرف ده، إنه أخذ على عاتقه إنه يعرض نفسه للخطر، قال عزله في الدير وحدد إقامته بتاع كتر خير. حديث عاملاه سناء السعيد مع البابا وبتقول له كان شعورك ايه وقت حبسك في الدير؟ قال لا، شعوري زي واحد حبسوه في الجنة. انا بحب الوحدة واحب الخلوة، احب الصلاة، احب الدير، بحب التعمير، بحب التأليف. دي كانت فترة رائعة ذهبية في حياتي، الفترة دي بتاعت الدير.
كان الناس بتعيط وتصوم وتصلي وتبكي وزعلانة علشانه، لكن هو كان سعيد وفرحان ما يتهزش أبدا، قلب زي الحديد، قلب زي الأسد، قلب عمران بالإيمان، قلب شعاره زي إيليا، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، ما يخافش من ماذا يصنع به إنسان، الرب معين لي ماذا يصنع به إنسان، أو زي ما بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أجزع، إن قام علي جيش لا يخاف قلبي، قامت علي حرب ففي هذا أنا مطمئن. مظبوط، صدقته، هي كانت أفضل شيء له اللي حببت الناس دي كلها فيه، سواء من المسلمين أو من الأقباط، إنه لقوه إنسان وقائد وراعي وزعيم وأب وإنسان مخلص ووطني من الدرجة الأولى، حمى مصر، حمى مصر كمان من حكاية في القضية الفلسطينية، ولما ضحى قال مش هنروح القدس رغم ان دي غالية علينا وعزيزة علينا، وكل انسان مسيحي يتمنى انه يشوف اثار الاراضي المقدسة اللي عاش فيها المسيح وتولد فيها واثار اماكن المعجزات بتاعته بتاع، لكن قال مش هندخل القدس الا مع اخواننا المسلمين. يا دي حاجة جميلة، ده قرار يعني خطير، يعني خطير وكبير وحاجة مش معقولة، تضحية كبير طبعا. لو ما عملش كده كان ممكن قوي يقولوا دول الأقباط دول خاينين ورايحين حتة جنب اليهود ولا تبع اليهود ولا يفوتوا جنب اليهود ولا يفوتوا ولا بتاعه في أماكن مشتركة يمكن من الأراضي المقدسة، يمكن ديت من حكمته يا أبونا مع إسرائيل، من حكمة، أي ما فيش شك، حكمة وبعد نظر وحس سياسي رائع رائع جدا. موضوع تاني زي اللي ذكر في أحد المكالمات دي عفوا، اللي هو حماية منابع النيل والدفاع عن مياه النيل، لأنه لما ابتدوا يهددوا بعض المتطرفين بأنهم هيقضوا على الأقباط ويتخلصوا منهم من مصر وغيره، طيب ما منابع النيل في إيد جنوب السودان المسيحي وفي إيد الحبشة المسيحية وكنيسة الحبشة تابعة للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، فكل دول كانوا طبعا هيغضبوا ممكن قوي أنهم يقطعوا منابع النيل، يموت تموت مصر دي كلها وأراضيها الزراعية وتموت مصر من العطش ومن كانت تبقى مصيبة كارثة تاني، ما سمعناش دي. لكن البابا اللي بيشتغل بعقل وحكمة وبعد نظر وهدوء وفي السر بيعمل لخير بلده بإخلاص وأقنعهم إنهم ما يقدموش على حاجة زي كده أبدا مهما كانت الظروف، في حاجة اسمها تفاهم دبلوماسي، تفاهم عادي بهدوء، وفعلا أقنعهم بالعدول عن الأفكار الانتقامية دي، وندخل بقى في حرب تاني نرجع زي القرون الوسطى بقى. ده الشخص الجميل اللي نقدر نكون أنقذ بنتمثل أنقذ مصر بيه في حياتنا يعني ماديا كمان ومن موت مؤكد حقيقي، يعني حاجة الواحد لو يقعد يفتكر على كل حاجة من دول ومواقفه دي، سواء في المجال السياسي الوطني الكنسي الرعوي، أبعاد كثيرة خالص دي عايزة مش حلقة، دي عايزة حلقات وعايزة مجلدات أكيد هنكون نتكتب فيها، واللي هتكشف عنه الأيام هيكون أكتر كمان أكتر. افتكرت دلوقتي يا أبونا مع كلام قدسك لما الموقف اللي حصل مع السادات وبابا شنودة، افتكرت يوسف لما قال قصدوا بي شرا لكن الله قصد بي خيرا. حقيقي أحد المعلقين المسلمين امبارح برضو حاجة قريتها على النت مش متذكر مين فيهم، لكن قال إنه قعد مع البابا شنودة ولما بيسألوا في الحتة دي بتاعت السادات والأزمة اللي حصلت بينهم رغم انهم كانوا أصدقاء باستمرار يعني. طب خلينا نقف عند الحتة دي يا أبونا وما تنساهاش هتقولها لنا، بس ناخد التليفون دوت معانا الفنان الأستاذ شفيق بطرس على التليفون. احنا متأسفين قوي بتأسف لانتظارك طول الوقت دوت يا استاذ شفيق، اهلا وسهلا بيك. اخد بركة ربنا يخليك، اتفضل مع حضرتك استاذ ابونا اوسينوس، اتفضل.
مقبل ايدي يا بالو. اهلا حبيبي، ازيك استاذ شفيق؟ انا شفيق بطرس من ويسكونسن، حبايبك. اهلا وسهلا، دايما أهلاً دايما حبايبنا. اتفضل يا ازيك يا مدام رانيا. اهلا بيك، اهلا قناه، ويبارك فيك وفي عملك الجميل دوت. ربنا يخليك ويبارك فيك. اتسابونا حبيبنا فعلا، احنا كنا بنحضر له الوعظات بتاعته هو في شيكاغو زمان. ايوه كنا بنسجلها في التسجيلات اللي على قدينا ديت ونوزعها عندنا في وسكانسن في ملواكي. الف شكر حبيبي، كتر خيرك، انا فاكر كويس. طبعا يا ابانا، واحنا مش ناسيين ابدا فتره 84 ل 88 بالظبط. يا ابونا ذكرياتك قويه. ربنا يبارك، ربنا يبارك. كنت عايز اقول حاجه، طبعا بعد قدس ابونا وكلامه الجميل للفياض، مش ممكن الواحد يقول كلام بعد كلام قدس ابونا، بس انا كنت عايز اقول حاجه بالنسبه لقداسه البابا. طبعا ان هو راجل امين، والرجل امين كل الامانه، والرجل الامين لا يخشى لومة لائم. كان امين فعلا في على المستوى المصري، كان امين على المستوى الاقليمي، كان امين على المستوى العالمي. لما سئل في كل حاجه، يعني لما المحكمه حبت تعمل الزواج الثاني والكلام من ده، فكان امين كل الامانه وقال انا لا اقبل اي حكم يكسر حكم الانجيل، وانا عندي شرائع الانجيل. كان امين على مستوى العالم العربي، حتى سموه بابا العرب من حبهم ليه، لان هو وقف وقال لا ما ندخلش القدس غير ايدنا مع ايد اخواننا المسلمين. طبعا ديت شيء هو عارف ان هو تحمل الكثير علشان محبه زياره القدس. كنا زمان كنا نقول يا مقدس فلان يا مقدس فلان، وكل واحد يتمنى انه يزور القدس، بس هو تحمل وعارف ان هو هيتحمل الناس، يعني رعايا في كنيسته، وقال لا الحق حق، وعلشان فعلا كان ليه نظره ثاقبه في كل الامور. يعني انا اقدر اقول على حاجه بالنسبه لينا احنا كهبات المهجر، نحن ندين بكل الولاء لقداسه البابا شنوده. انا كل ما اشوف احفادي بيقروا قبطي ويقولوا القبطي التسبيحه، يعني زيهم زي ناس، يعني زي الولاد اللي عايشين وترعرعوا في قلب مصر، وهم هنا في المهجر اتولدوا هنا، وابائهم اتولدوا هنا، ولادي واحفادي الارثوذكسيه اللي جواهم والمسيحيه اللي جواهم، انا ابص لهم كده واقول ربنا ينيح روحك يا سيدنا، هنيئا لك الفردوس، علشان انت عملت اجيال واجيال اجيال كمان اولادي واحفادي، انت فعلا برعايتك وسهرك على كنيستك وكنائس المهجر قدرت فعلا. كلام شفيق بطرس ده لا، ده ملايين من اقباط المهجر في كل العالم في كل الدنيا لازم يدينوا بالولاء لسيدنا. امين، ربنا يباركك على كلمات اللي انا كان عندي زجل كبير لسيدنا، بس تقريبا انت ما عندكيش وقت. اكيد اكيد، لو تحب تقول منه مقطعين مثلا دلوقتي ولا حاجه، علشان نكمل مع قدس ابونا عشان وقت ابونا كمان. اخر مقطعين علشان قدس ابونا. امين، اتفضل اتفضل اتفضل. بعد ما ذبح الكشح قلنا خلاص، قلنا راح حقنا والعدل مات، قلنا معاد من الظلم خلاص، وكل يوم نجد علينا حكايات، إيمانك بيسوع كان لنا المنار، ويا ما شلت من قلوبنا أهار. خلاص يا سيدنا يا بابا شنودة، خلاص يا حبيبنا يا أحلى نشودة، خلاص اتحرمنا من طلعتك، من حنان نظرتك ومن ضحكتك المعهودة، مش هننسى مش هننسى مهما عشنا كلمتك، ربنا عينه دايما علينا ورعايته موجودة. خلاص سبتنا ورحت السماء وارتحت في حضن الرب يسوع المسيح، استقبلوك شهداء اخميم وانصنه والكشح وناجي حمادي واسكندريه واطفيح، مارجرجس ماركوريوس جندنا وشباب ماسبيرو معاك بيرنموا بالتسبيح. صلي يا ابويا لكنيستك والمسيحيين،
يحميهم من الشرور إلهنا الرب يسوع، ببركة ستنا العذراء وكل القديسين، تعمر كنايسنا وصليبها دايما عليها مرفوع، تبارك كرازة عمل ولادك المؤمنين، يعزينا الرب إلهنا ويمسح من عينينا الدموع. شكرا يا جماعة، ربنا يباركك على يعني إشارة جميل دوت، يا ريت تبعتها لي ننشرها لك في مجلة ماري يوحنا. يا ريت. حاضر يا باندا كبيرة، وانا هبعتها لقدتك طبعا يا باندا، ناخد طارق كبيرة. معرفش المجلة بتجيلك ولا تقدر تاخدها من اي حد تاني؟ لا بتجيلي طبعا، بتجيلي. خلاص، عندك كمان الدكتور منير عجايبي في ويسكونسن. طبعا قريبي. ميلواكي، تلاقيها برضو بتجيله، ويعني هتلاقي فيها الفاكس والايميل ممكن وعم مسعد تفتكره وربنا ينيح روحه بقى. اه طبعا. هو اللي كان بيسجل لنا الحاجات الجميله بتاعت حضرتك يعني. ربنا يباركك يا استاذ شفيق، وباسم يسوع ابونا في انتظار الاشعار الجميل دوت والكلمات القويه اللي فعلا كلها حنيه اللي خارجه من قلبك حقيقي. بس بسرعه علشان تلحق عدد ابريل. احنا تاني بنعلن عن مجله ماري يوحنا العدد القادم من المجله، هي بتصدر كل شهر صحيبونا. ايوه شهريه. كل شهريه من كنيسه ماري يوحنا في كوفينا كاليفورنيا باشراف قدس ابونا الغالي ابونا اوغستينوس، والعدد القادم هيبقى كله متخصص مخصوص لقداسه البابا شنوده عن حياته، وصور كثيره جدا من كمان المشاهد اللي شفناها من الجنازه بتاعه قداسه البابا، وكمان اللي حابب يكون بيقدم مقالات تتعرض في هذه المجله. انا بشجعكم اعزائي المشاهدين اتصلوا بكنيسة ماري يوحنا، لو عايزين تليفونات ممكن تتصلوا على قناة الطريق، نكون بنقدمها ليكم باسم يسوع. وأبونا الغالي برضك هيكون بيجيب لنا شوية مجلات برضك هنا هوت عشان نقدر نكون بنرسلها لمشاهدين قناة الطريق، وكمان متاح ليكم البوستر أيضا، بوستر قداسة البابا شنودة زي ما حضراتكم شايفين ورايا وهنا على الترابيزة، البوستر متاح للي يحب يكون بيقتنيه، هنكون بنبعتها لكم في أسرع وقت ممكن على الميل، من خلال الميل بس ابعتوا لنا عنوانكم سريعا علشان الكمية هتخرج أول الأسبوع الجاي، وباسم يسوع تاخد وقت قليل في البوستة. للي موجودين في كندا والمكسيك ممكن يكون شوية 10 أيام، لكن الموجودين في أمريكا وكلها في خلال يومين ثلاثة هيكونوا عند حضراتكم بداية من الأسبوع القادم، هيكون بنبعت الميل كله البوسترات. وعندنا يا ابونا طلبات عزيه كثيره قوي جات لنا في الحقيقه من اعزائي المشاهدين على تليفونات مصر، ما تتصورش قد ايه، ممكن نقول الاف الاف بركيات التعزيات، لكن تسمح لي اكون بقول رسائل تعزيه علشان بردك اشجع اعزائي المشاهدين، اقول لكم ان الرسائل بتاعتكم وصلتنا، واحنا بنعتذر ان احنا ما قدرناش نكون بنرد عليكم في الوقت اللي فات من كثره التليفونات الشديده، لدرجه ان التليفون اوقات بيفصل مننا من كتر الزحمه من المكالمات. انا بعتذر جدا، لكن خليكم معانا دايما وتابعونا من خلال تليفوناتكم على فضائيه الطريق. طلبات تعزيه، رساله تعزيه لكل شعب المسيح من الاخ بؤطر عبيد من مصر، ومن الاخ مجدي عدلي اسيوط القصية، ومن الأخ عبد الشهيد المنيا شرق النيل الحوارتة، ومن أسرة الأخ وجيه مفيد سعيد من المنيا، والأخت نبيلة ثابت نجع حمادي، ومن الأخ ناصر عبد الله عبد الملاك، ومن الأخت كريمة رياض من دمنهور، ومن الأخ نجيب شحاتة أسكاروس من العمرانية الجيزة، ومن الأخ يسري جبرة أمين الأقصر إسنا، ومن أسرة اللواء صفوت صديق من بني سويف، ومن الأخت منى صادق جميل المحلة الكبرى، ومن الأخ عماد لحظي العصافرة الإسكندرية. احنا نفسنا قوي نكون بنقول طلبات التعزية.